السلام عليكم بنات، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الفيديو السابق، وهو طريقة فصالة الطابلية المدرسية او المئزر. الرابط ديال الفصالة ديال الطابلية غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وفي هذا الفيديو غادي نعملوا طريقة خياطة طابلية بالتفصيل الممل خطوة خطوة. والان نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. دابا غادي نبداو على بركة الله نعملوا المونتاج ديال الطابلية ديالنا. يعني غادي ناخدو اول حاجه، غادي ناخدو الجهه الخلفيه وناخدو التبطين ديالها، وغادي نخيطهم من هاد الجهه. ندوزو الخياطه من هنا، من بعد ما دوزنا الخياطه من هاد الجهه غادي نقطعو غير شويه، نقطعو واحد شويه باش يسهل علينا اننا نقلبوها. نقلبوها بهذا الشكل، هذا هو الشكل ديالها، تجي بهذا الشكل. دابا تندوزو ونقادو الكول. انا اخترت هاد زيكزاك باش نزينو به، تيجي الشكل ديالو زوين. غادي ناخذ الكم بهذا الشكل كما تلاحظوا، تناخذوا بهذا الشكل، تناخذوا زيكزاك، تنجيو ما بين القطعه الاولى والقطعه الثانيه، وتنحطوا هذا الزيكزاك ديالنا بهذا الشكل. تنحطوا فوق منه القطعه الثانيه بهذا الشكل، تندورها على الكول كامل بهذا الشكل. وتندوزو الخياطة من هنا. من بعد ما خيطنا كما تلاحظوا، خيطنا بهذا الشكل، يعني تيجي الزيكزاك تيجي من الداخل بهذا الشكل. من بعد تنقطعو قطيعات هكذا خفافين باش يصلح لينا اننا نقلبوهم، جينا ساهلين في نقلبوهم. دابا تنقلبوهم تيجيو بهذا الشكل، الشكل ديالهم زوين. هذا هو الشكل ديالهم، تيجيو هكذا. هذا هو الشكل ديالهم، تيجيو هكذا. من بعد تندوزو عليهم الخياطه من هنا، تندوزو الخياطه من هنا، تندورو عليهم من الجهتين بجوج، تيجيو بهذا الشكل. نلاحظو من بعد ما خيطنا هاد الجوانب، من بعد ما خيطنا الكول ديالنا جا بهذا الشكل. تناخدو القطعه الاماميه يعني الجهه اليسرى، تنحطو فيها هاد القطعه، تجي بهذا الشكل. بالنسبه ل 10 سنتيمتر اللي كنا زدنا ديال فين تنركبوا الصديف او الازرار، تناخذوها تنعملوها بهذا الشكل، يعني تقريبا تناخذوا 3 سنتيمتر او 2 سنتيمتر ونصف على حسب الاختيار. تنطويوها بهذا الشكل. ونسيت ما عملتش لكم طريقه تفصيل ديال التبطين ديال الجهه الاماميه. المهم تتفصلوه نفس القياس ديال الكول، تنوضعوه بهذا الشكل. تناخذوا هاد الجهه تنطويو تقريبا سنتيمتر، وتنحطو فوق منه هاد التبطين بهذا الشكل باش يجي مفيني مزيان. وملي تنساليو الخياطه وتنصلحو هاد الجهه تيجي مفيني مزيان. من بعد تنخيطو من هاد الجهه، يعني تنخيطو هاد الجهه كامله من هنا حتى للفوق. دابا تندوزو للجهه القطعه الاماميه، عفوا القطعه اليمنى. القطعه اليمنى هي اللي تنعملوا فيها دوك الافتتاحات اولا العوينات اللي تندخلوا فيهم الصديفات او الازرار. تناخذوا بنفس الطريقه الكول، تنحطوه بهذا الشكل
من بعد تنطويو هذا، يعني تيبقى داكشي اختياري، يا اما تنخلو سنتيمتر اولا تنطويو كامل، يعني الا بغيتو يبقى ليسباس ما بين هاد الجهة وهاد الجهة، يعني واحد سنتيمتر، تزيدو سنتيمتر تيجي بهاد الشكل. بغيتي يجيو ملاصقين، يعني يجيو هكذا ملاصقين، تطويها كاملة. انا غادي نخلي تقريبا سنتيمتر وتنعمل التبطين تاو بنفس الطريقة، تنطوي بهذا الشكل وتنعمل التبطين بنفس الطريقة صافي، وتنخيطو من هنا، يعني تنخيطو هاد الجهة من هنا وتنخيطو هاد الجهة من هنا. من بعد ما خيطناها تجي بهذا الشكل، تناخدو هاد القطعة تنحطو هاد شوية من هنا، من بعد تنعملو فتحات صغار بهذا الشكل، غير صغار باش يصلح لينا اننا نقلبوه. من بعد تنقلبوه بهذا الشكل، هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه للتبطين تيفيني مزيان، تتجي ما تيجيش في هذاك تيجيش في الخيوطه لا والو، تتجي مفيني مزيان. هذا هو الشكل ديالها، الجهه الاخرى هذا هو الشكل ديالها. يعني من بعد فاش تركبوا الصديفات او الازرار تجي بهذا الشكل، واللي بغات هذا يجي ملاقي مع هذا، يعني يجيو ملاصقين، ممكن انها ما تعملش هاد السنتيمتر، يعني تزولو ما تعملوش، تيجي بهذا الشكل. داكشي تيبقى اختياري. ودابا غادي نركبو الجهه الخلفيه مع الجهه اليمنى. غادي ناخدو الجهه الخلفيه بهذا الشكل، تنقلبو هكذا، تناخدو الجهه الاماميه، تناخدو قطعه منها بهذا الشكل، بهذا الشكل تلاقيو التبطين مع التبطين، يعني التبطين ديال الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه، وتلاقيو الكتاف ديال الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه. كيف ما تلاحظوا معايا بهذا الشكل، يعني التبطين ديال الجهه الاماميه مع ديال الجهه الخلفيه، ونفس الطريقه بالنسبه للكتاف ديال الجهه الاماميه مع الجهه الخلفيه. بالنسبه للجهه الاخرى نفس الطريقه، يعني الجهه اليمنى والجهه اليسرى. دابا تندوزو نخيطوهم، نخيطو هاد الجهه ونخيطو هاد الجهه. من بعد ما خيطنا كما تلاحظوا خيطنا هاد الجهه وخيطنا هاد الجهه، دابا غادي نقلبوهم. كما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالهم، من بعد ما خيطناهم تيجي الشكل ديالهم هو هذا. هذا هو الشكل ديالو. دابا تندوزو نخيطو هاد الجهة، يعني تنخيطو، تدوزو الخياطة من هنا، تندوزوها من هنا حتى تندورو عليها كاملة باش تفينا مزيان. من بعد فاش تندوزو على الخياطة تجي بهاد الشكل، يعني تنفينيوها مزيان، يجي هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كملنا الصدر في الخياطة، دابا تندوزو نخيطو الجهة السفلية أو الجهة التحتينية، تناخدو هاد الجهة تنعملوها بهاد الشكل، تلاقيو هاد الجزء مع هاد الجزء بهاد الشكل، يعني حتى تنوصلو لهاد 10 سنتيمتر اللي تنديروها ديال الصديف. وتلاقيو هاد الجزء مع هاد الجزء، صافي. وما تبقى تنعملوه بليات، يعني تندير واحد ثلاثة البليات أو الأربعة على حسب داكشي
داكشي اللي زدتو تتعملو بليات. تنحصلو على هذا الشكل، يعني تنديرو البليات على حسب الاختيار وعلى حسب المسافة اللي بيتو. غير هي خاصكم المسافة اللي درتو من هنا لهنا تكون هي المسافة اللي من هنا لهنا. دابا غادي ندوزو نخيطوهم، وهذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها من بعد ما خيطنا الجهة الأمامية، تجي بهذا الشكل، ونفس الطريقة بالنسبة للجهة الخلفية حتى هي تنعملو لها بليات، يعني تنقيسو من هاد الجهة نفس القياس اللي قيسنا من هنا، تنقيسو من هنا وما تبقى تنعملو بليات على حسب القياس اللي بغيتو تتعملو بليات. ودابا تندوزو للكمام، تناخدو القياس ديالكم اللي عندنا، يعني على حسب اللي عندكم على حسب القياس اللي عندكم ديال الطابليه، وتنعلمو ما تبقى بالنسبه للغلي. تناخدو هاد الزيكزاك كما تلاحظوا، تنوضعوه بهذا الشكل، تناخدو هاد الجهه تنطويوها القياس ديال الكم اللي عندنا، يعني انا عندي 40 في الكم، تنعبر 40 وتنعلم وتنطويه بهذا الشكل. تناخد تقريبا سنتيمتر، وتنحطو فوق هاد الزيكزاك بهذا الشكل، تيجيني الشكل ديالو هو هذا. من بعد تندوز الخياطه من هنا من هاد الجهه، تندوز الخياطه حتى تنكمل الكم. من بعد ما خيطنا حصلنا على هاد النتيجه كما تلاحظوا، تيجي الشكل ديالو هكذا. دابا تندوزو نركبو الكم ديالنا الطابليه. بالنسبه للمبتدئين في الخياطه، احسن حاجه ياخذوا الكم تيطويو على جوج حتى تحصلوا على هذا الشكل، باش يجيو مساهل في الخياطه وما تيبقاش داك التفاوت، يعني الا بداو الخياطه من الاول ديال الكم حتى للاخر ممكن انه يوقع لهم تفاوت في الخياطه. احسن حاجه هي ياخذوها من النص بهذا الشكل، من بعد تيركبوا في الوسط، يعني هذا هو الكم، تنجيبو في هاد النقطه ديال الكتف بهذا الشكل، وتنجيبو النصف مع النصف بهذا الشكل، وتنبداو الخياطه ديالنا. تنخيطو هاد الجزء، ترجعو نخيطو هاد الجزء. هادي بالنسبه للمبتدئين، اما بالنسبه للمحترفات راه تعرفوا كيفاش يخيطوا. من بعد ما خيطنا الكم ديالنا، تنجيو نلاقيو هاد الاجزاء باش نكملو الخياطه ديال الكم كامل بهذا الشكل. صافي تندوزو الخياطه من هنا. من بعد ما خيطنا الكم ديالنا وهذا، تنجيو حتى لهاد الجهه التحتانيه ديال الكم، وتنخيطو من هنا باش نفينيو الخدمه ديالنا، تجي متقونه ومفينيه مزيان. هذا هو الشكل ديالها. من بعد تنخيطوا الجوانب، يعني تنلقيو الجهتين تنخيطوا الجوانب من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى، ثم تنخيطوا هاد 10 سنتيمتر اللي تنخليو ديال الصطاف، تنخيطوا هاد تنخيطوا من هنا تقريبا 2 سنتيمتر باش يجينا بهذا الشكل، ونفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى. دابا تندوزو للجياب، الجياب كما عبرنا فيهم 20 سنتيمتر في الطول، و 18 سنتيمتر في العرض. تنجيو هنا الفوق تنعبرو، تنجيو من هنا تنعبرو 17 سنتيمتر وتنعلمو، تنطويو بهذا الشكل، يعني ما تبقى لينا تنطويو بهذا الشكل، وتنعملو هاد
زيكزاك باش نزينو، وممكن تزينو بالبيي ولا بأي حاجة. المهم هذا تيعجبني، تيجي زوين في التزيين ديالو، تيجي بهذا الشكل. تنطويو تقريبا سنتيمتر بهذا الشكل صافي. تندوزو الخياطة من هنا تنحصلو على هاد النتيجة، تيجي بهذا الشكل. بالنسبة للجياب ها هو كتيجي الشكل ديالو من بعد ما تنخيطوه. طريقة الخياطة ديالو تنعبرو القياس ديال، تنعبرو من هنا من النقطة ديال الكتف حتى القياس اللي عندنا ديال الجياب، فين تنقدرو نحطو الجيب ديالنا. من بعد تنعلمو، يعني عبرت انا عندي هنا 35، عبرت 35 وعلمنا هنا ها كما تلاحظوا. تنعبروا تيجينا الجيب بهذا الشكل، تنقلبوا الجيب لتحت بهذا الشكل. من بعد تنخيطوا من هذه الجهه من هنا حتى لهنا، ولكن تنكونوا ديجا طوينا هذا من هنا، يعني تقريبا سنتيمتر من هاد الجهه وسنتيمتر من هاد الجهه، وتنخيطو عاد تنقلبوه بهذا الشكل، تيكون هذا مخيط من هنا وتنخيطو. تندوزو الخياطه من هنا من هنا ومن هنا باش نحصلو على هذا الجيب بهذا الشكل، يعني على شكل مربع. والاختيار تيبقى ليكم، يعني تقدروا ديروا الشكل اللي عجبكم. من بعد ما كملنا الخياطه ديال الطابليه كامله، دابا غادي ندوزو نعملو دوك الفتحات او العوينات اللي غادي ندخلو منهم الصديفات او الازرار. اول حاجه تنقطعو من هاد الجهه، تنقطعو القياس ديال الصدفات اللي عندنا، بهاد الشكل. انا اخترت هذا النوع ديال الصطيفات، هذا النوع تناخذوا وحده وتنقيسوا بها هذه الفسحه واش قياسها ولا لا، يعني تدخل تخرج، يعني سهل باش تدخل تخرج. من بعد تنخيطوا هذه العوينات او هذه الفتحات بهذا الشكل، من بعد ما دخلنا الخيط كما تلاحظوه بهذا الشكل. تنبداو نخيطو في هذه الفتحات بهذا الشكل، يعني تنعملو دائرة وتندخلو وسط الدائرة بهذا الشكل. تنمشيو على كاملة، يعني هذه الفتحة كاملة تندوروها بهذا الخيط، تنعملو شكل دائرة وتندخلو الخيط وسط الدائرة بهذا الشكل. تنستمروا حتى تنكملوا. كيف ما تلاحظوا معايا تجي بهذا الشكل، تنستمروا حتى تنكملوا. بالنسبة اللي ما فهمش راه يحط ليا في التعليق، يحط ليا بأنه ما فهمش، ونعاود لكم فيديو خاص بهذا الدرس. غير ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، يعني كتبوا لي في التعليقات انه ما فهمتوش، وغادي نعاود لكم درس خاص بهاد الطريقه ديال هاد الفتحه كيفاش تنصوبوها وكيفاش تنخيطوها باش تنحصلوا على هاد النتيجه بهاد الشكل. تناخذوا القياس، يعني تناخذوا القياس ديال الصديفات كاملين حتى تنكملوا القياس اللي بغينا. من بعد ما كملنا الخياطة ديالها وركبنا الصديف أو الأزرار تجي بهذا الشكل كما تلاحظوا. هذا هو الشكل ديالها. تيبقى لنا دابا التزيين، غادي نزينهم بهاد الوردات اللي صوبتهم بنفس بهاد الزيكزاكنيك اللي قديت بهم الطابلية، تيجيو بهذا الشكل
ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو الطريقه كيفاش تصوبوا هاد الوريضات، تيجيو ساهلين وزوينين انيقين، وغادي نزين بهم دابا الطابليه ديالي. وهذه هي النتيجه الاخيره للطابليه ديالنا، تنتمنى انها تنال اعجابكم، واللي عندها اي سؤال او اي استفسار في اي مجال انا راه الاشاره ما عليكم غير توضعوا السؤال في التعليقات، وممكن توضعوا حتى اقتراحاتكم نلبيها لكم بكل فرح. وما تنسوا الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء والاقارب وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش كلشي يستافد والعائله تكبر بكم ان شاء الله، والى عام مقبل باذن الله.